الحالي عندنا الكريزلر 2018 بعد ما غيرنا اللمس، ان شاء الله الان شغال معانا عادي لمس من حاله. كذلك الان شغال معانا كل شيء شغال ان شاء الله تبارك الله. كذلك تم تركيب قطعة اندرويد اللي هي رود ماستر، هذه القطعة الان بنشوفها معنا اليوتيوب والبرامج بتشتغل معنا على الشاشة نفسها. خرائط الجوجل ماب، هذه خرائط الجوجل ماب ان شاء الله شغالة. يعطيك خير في شرها حبيبنا، ايش رايك؟ مضبوطة ولا ما هي مضبوطة؟ لا ما شاء الله تبارك الله، تش سريع وصراحة ما قصر، الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بلاك شوت نظيف ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك لك ويعطيك خير في شرها ان شاء الله. رجاء اشترك في القناة متابعتكم جيد، أخوكم أبو الوي 0579937282.